انا وليدي راجل وسيد رجال ومات على الشرف تاع البلاد ومات على المسجد. هي الكلمات التي باتت عائلة قسام ترددها لتضمد جرحها في فقدان الابن والأخ والزوج والأب محمد رابحة الذي راح ضحية جريمة قتل بورشة إنجاز مسجد الجزائر على يد أفارقة كانوا بصدد إدخال الخمر إلى الورشة. لقيته مسكيني نازاوي عيط، رحت له قلت له وش بيك خويا رابح؟ قال لي صدري مانيش قادر تنفس. قلت له بصح علاش صدرك ماكش قادر تنفس؟ وش بيك طحت؟ كاش ما صرا؟ قال لي تحاموا عليا. قلت له شكون هادوم اللي تحاموا عليك؟ قال لي كحالش افارقه هادوك اللي في المسجد الاعظم خدموا تما بطريقه غير قانونيه. هذه الاولى باينين لهم دي شاليهم مسكنينهم، لاكاش طراكسي تاعهم كسره كاع. كي وصل للسبيطار داروا له راديو على راسه، ايكوغرافي ابدومينال. من بعد خلاص انا لحقت به، لقيت خويا باللي راح يموت. داو هادي شوكاج، دي شوكاج حكموا فيه صدرو هذاك الله يرحمه. موت 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 موت، توفى وانا نشوفه. والدة وأرملة الضحية توحدت كلماتهما الممزوجة بالآهات، الأم تبكي ابنها البكر والأرملة تتحسر على حياتها التي انقلبت رأسا على عقب. ما نسمح لهمش، حرقوني راني محروقة، حرقوا لي الكبدة تاعي. ربي وكيلهم، ربي وكيلهم، ربي وكيلهم. ادير له ذبيح، ترقد بيه، ترقد بيه. انا هي الزوجه تاع قسام رابح محمد، واليوم يا للاسف دوك راني ارمله قسام رابح محمد. ولادي اللي كان عندهم اب دوك ولاو يتامى ما عندهمش باباهم. نتمنى ان شاء الله ما يخلوش حقه يروح وحق ولاده يروح ويعتبر كشهيد إن شاء الله. نطالب بتحقيق العدالة، فمحمد رابح دافع بشرف عن قداسة المسجد فكان الثمن حياته. هذا خويا مات شهيد، هذا خويا جندي من جنود الله. نورمالمون الدولة الجزائرية تفتخر برابح قسام، رابح اللي دافع على حرمة مسجد، قداسة مكان عظيم. يا دولة، يا مسؤولين، هذا إنسان مات على شرف تاع البلاد، تعترفوا به كشهيد. وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق تبقى عائلة قسام تبكي ابنها الذي اعتبرته شهيد الواجب.